إكراما للشهداء، رئيس الأسد يصدر مرسوما يقضي بمنح أبناء الشهداء 10% من عدد البعثات والمنح المخصصة لوزارة التعليم العالي. بليل أمس استطاعت قواتنا المسلحة بالسيطرة على مستوصف الخالدي والكتل المحيطة به. بواسل قواتنا ماضون في مكافحة الإرهاب ويعيدون الأمن والأمان إلى مناطق عدة في ريفي دير الزور وحمص. المالكي: ما يجري في سوريا يخص الشعب السوري ولا نتدخل فيه ولا يحق لأي دولة أن تكون بديلة عنه. مصر مليونية في ميدان التحرير ومظاهرات في معظم المدن للحفاظ على مكتسبات الثورة والدفاع عن الاستقلال الوطني. مساء الخير.